فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين السلام وبين الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل يعرض السلام مثل الصلاة؟ الله جل وعلا أمر بهما جميعا، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأن تعمل بالآية تصلي وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.